رفيقي نلمس بإيدينا أبعد الغيوم وعدتني يا رفيقي الأحلام تكون حدودا للنجوم. كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا، كم غني وكم صديق كانوا راحوا نحن بقينا. رح شيلك بضعفك بجنونك، رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك، لا تنسى أحلى أيام العمر ورح كون النور بدربك. رح ابقى وقت الشدة جنبك بس لا تنسى وعدك، لا تنسى أحلى أيام. وعدتني تلاقيني ولو ما توعدنا ولو بلا عنوان، وبتبقى يا صديق يا خيي عندي أغلى إنسان. كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا، كم غني وكم صديق كانوا راحوا ونحن بقينا. شيلك بضعفك بجنونك، رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك، لا تنسى أحلى أيام العمر ورح كون النور بدربك. رح أبقى وقت الشدة جنبك بس لا تنسى وعدك، لا تنسى أحلى أيام. شكرا لك، يعطيك العافية بنتي. اللي بعدها. هاي هاي هاي، وين فايدن؟ هو مو المعهد العالي للفنون المسرحية؟ لا، هون السيرك القومي. لك لا تكون انت محكوم اعدام وجاي تعمل ممثل هون. لك شو اعدام ما اعدام، وكل الله. هذا المشهد اللي انا بيعمله بده الشرطي، فجبت رفيقي هذا من صف التاسع، لبسته شرطي مشان يعمل دور الشرطي بالمشهد اللي بده الشرطي. ها فرجيني لشوف شو بدك تعمل انت والشرطي. اسمه الشرطي مو الشرطي. تفضل لشوف. شوف شو كان اقول لك، اقول لك شو كان اقول لك، شو كان اقول لك، كلمه مش عم اقولها، اي كلمه ما بنسالك يا طول حياتي شو ما كنت تحكي ولا بقول. طيب طيب ماشي. اسمعوا له اللي بقرب على ابن عمي عمر او ابن عبد الحي بتك هالقد قدا لا يلوم الا حاله. إيه لا يا سيدي بدي قري. لا ما في تقري. إيه لا بدي قري. لا ما في تقري. ولك يا ابني هذا كل شيء حافظه بالتمثيل انت؟ لا استاذ بس برا برا. طب ما بدك تسمع قصيدة؟ امري لله، هات لشوف. أفاطمة مهل أفاطمة مهلا بعد هذا التعلم، أفاطمة مهلا يا حبيبي حتى القصيدة معنك حافظها؟ لك حافظها وكل الله شوي بس انت روق مشان اعصابك. استنى احكي لنا اني وانا شو بعرفني لك. امرؤ القيس هذا اللي
يا حبيبي خلصني. واحد من اثنين، يا اما احكي القصيدة يا اطلع برا، في ناس برا واقفة عم تستنى. طب انت تهدى لك شوي وتروق هيك وتسمع لك قصيدة ثانية احلى. تفضل لشوف. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهوبي، لن ترى. اطلع برا برا. وكل الله شوي، انا محضر بس ما بعرف شو صار لي. ولك يا ابني، ولك برا الناس واقفه بدها تفوت تقدم، ما عندنا وقت. انا لازم اصير ممثل. ولك ما راح اصير ممثل. لا بدي اصير. لك ما راح تصير برا. اقعد هدي مشان صحتك، وكل الله. اقعد هدي، ما راح خفز غير برا. اسمعني طيب، انت اذا بتسمع شو صاير معي يعني ممكن انك تعذرني على فكره. انا صايره معي شغلات رهيبه. هات شوف شو صاير معك. انا بنت جيراننا هيك الله يشفيها ويعافيها، صايره معها مرض، هداك المرض بصابونه رجلها بعيد من هون يعني، الله يبعده عنها. قلت لحالي يا ولد لازم تزورها، ما حلو هجارتك. نزلت لزورها، وانا بتعرفني بحب اطلع بهي المناظر يعني، تقشعرت لي بدني. بس قلت لحالي يا ولد طلع، طلعت لقيت رجلها هيك عم تبقبق صابونه رجلها وعم ترغي رغي هيك وعم يطلع منها فقاعات. قلت لحالي صارت وصارت، خذ لك حمام. فتت عم باخذ دوش، عم بغني المي بتروي العطشان وبتطفي نار الحران، ما بلاقي غير صبت شغله هيك طياره اف 16 نفاسه. قلت لين فلجت انا، ما عاد عرفت وين بدي اروح بحالي. مو داري لك خالي ابو سليمان اخذها مستعيره من رفيقه دوره، صفر لي قال لي اطلع. قلت له بس البس اطلع بالبرنص، خلصني. طلعت بالبرنص. داري لك مرت خالي بدها تطلع وبدها متاخره مليون ومتقدمه مليون. لك منين بدك تامن مليونين بهالايام؟ ما بيتامن معك. رحنا على رفيق على بيت رفيق مشروع دمار، نزلني انزال مظلي نازل هيك كذا لحتى وصلت لعنده. قلت له بدنا مليونين، اعطاني مليونين. رحنا طلعنا مرت خالي، رجعنا عند بيت جيراننا، طلعوا على الصابونه الدكاتره واكدوا والحمد لله انه في امل يعني، ان شاء الله بتعيش. هلا بشرفك بتجاوبني بصراحة وبسرعة، هاي القصة انت مألفها ولا هلأ طلعت معك هيك؟ بصراحة وبسرعة؟ بصراحة وبسرعة. هاي القصة يمكن تكون أحلى من كل شيء محضره. روح الله معك. يعني الحاصلة؟ روح. أمحى ولا شعيرة؟ لا صابوني. يا الله زلم روح روح. هذا شرطي حقيقي وانا طالع من السجن هلا، انا بحب الجزر بين الشيء. السلام عليكم. طويل دهورنا هلا اذا ما قبلوني من وراك شو اعمل انا؟ طمني بابا، كيف كان فحصها؟ ان شاء الله خير. أمورك تمام؟ إيه بابا، أنت مو زعلان مني؟ لا ما أنت زعلان مني. شرف حبيبي، تأخرنا. يا زنبوع أمر مالي، جيب له كاس متة لشادي. لا لا دخيلك، تعمل لي حرقة، بعدين المتة غليانة. يا أخي شيلنا مسيرة المتة، فهمني نحن ليش لنستناه هون؟ لك شو؟ بلكي في اصابات، في حدا صاير له شيء لازم يستناهم على الباب. اولا خليك منطقي، وثانيا مدري ليش انا ماني مقتنع بالقصه، واخيرا يا اخي كل خططك فاشله انت. لا شيء برغشي يعني؟ لا رح مرق لك قصه فاشله، لانه شكلك ما بتعرف ابو الحروف اذا حط ايده بشغله شو بيصير. على كل الاحوال تجي لعندي الساعه 8 المساء وبتجيب معك هذا اللي بيعزف. نتسلى شوي. اي على لك يحرق ديبك شو بتحب الوسط والسيارين وخلافه. انت ما تاخرت؟ تاخرت بس اعطيني شط نقطي. ما في مفوده. ايه صحيح انا عامل ريجيم. يلا سلام باي. علينا ابو مروحه. يا زنبوع امر معلم، جيب لي ديوان نزار رباني تحت المتي. طب شو بك يا زلمه زعلان؟ لك شو زعلان يا زلمه؟ لك شفتني تبلكمت وما عاد عرفت احكي، احكي لك شي كلمه. مو على اساس الشرطه في خدمه الشعب وانا شعب. طب طلع بايدي ساويته. ايه لا مسخره هذا اللي عملته. طب بتشارضنك رح تنجح؟ على هالوش من سابع المستحيلات اني انجح. طب شلوني معك بين النافله اللي طلعت لك فيها تبع المخرز اللي بقرب على ابن عمي عمر؟ قلت لي شغله. يا بنيه يا بنيه خير. شبك؟ اجى زعيم القوش بدي اشوفكم. ايوه ومين بيكون زعيم القوش بلا زهره؟ شو بيعرفني؟ لك زعيم القوش كان يطلع بصحن النوم. مو انا اللي حكيت يا حمار، مو انا.
شباب شباب لؤي قوم شوي. على زعيم القوش بده يشوفنا، شو نساوي؟ وشو بده منا؟ شو بيعرفني؟ طيب قل له ما بدنا نشوفه. منيح؟ خلص لاحقينك، روح روح انت. حسب الخريطة لازم يطلعوا من هذا الريجار. مشان الله هلكتنا ابو الحروف، انت متاكد انه هذا هو الريجار؟ لففنا ريجارات البلد كلها يا زلمه. طيب شو متاكد ما متاكد؟ شو عم بحكي من الهواء انا؟ هون في خريطه توقيت وزمان ومكان، عم بقول لك رح يطلعوا من هذا الريجار يعني رح يطلعوا من هذا الريجار. لك يا جماعه هذا الكلام ما بصير، هيك بنكون عم نورط حالنا بالجريمه اكثر، شو بكون؟ نو ماي جاد، نو ماي جاد. انت ها اسمع حبيبنا، انت جاي لهون مو مشان تحكي، مشان تسلينا وبس، يعني تعزف لاوقات الفراغ يعني. موالح مكسرات تسلاي للقعدة وبس. ماشي يا شادي مثل ما بدكم، خلص اوكي مثل ما بدكم. خلص ولا لا تزعل تضرب. حسب الخطة بيكونوا هلا كسروا حيط تحت دكانة ابو سمير وكسروا الريجار، يعني شغلة ساعتين ثلاثة بيصيروا باخر الريجار يعني بيطلعوا منهم. يا الله يا اخي يا جاد. ليش هيك شكلك مثل الطنطان انت ولا؟ الله يسامحك يا معلم، معلش معلم، خلص مقبولة منك. شو انت الراس تبعهم؟ لا لك عمي كلمبوس، لك هذا عمي لؤي حبيبنا وتاج راسنا ومعلمنا. بعدين انت شو بدك منا؟ انت وينك مالتك؟ عم يحققوا معه برا. فيقول يهداك. انت قلنا شو بدك ونحن بنفيقه. عم قل لك فيق لي هداك. طيب من فيق لك الثاني بيمشي الحال؟ باين عليكم ما بتفهموا حكي. عم قلكم فيقوا لي هداك. لا ليك، بدك تفتح عينك منيح وبدك تعرف مع مين عم تحكي، مو كل الطير بتاكل لحمه، انا لحمي مر. انت صديق رائع جدا بس صعب تكون شيء ثاني. وعلى كل حال خلص فيقوا. فيقوا ما عندي مشكلة. دمول قوم فيق لي الأرنب. لعيونه. عم واحد للقوش. خير شو لا نايم ولا كأنه في زعيم للقوش تاخذ الرضا منه. شو أمرت سيد راسي؟ ومين الزعيم هو؟ أنا. حلو، ليكو لا روح حط بريق الشاي على النار وعمل لي كاسة شاي أكرك عجم وتعال عندي مشان تاكل أكل عروة. شنو أنا ما بعرف أضرب إلا وكاسة الشاي على جنبي. إن شاء الله بتقبوش قلبي، صاحب مزاج. وقف لنحكي نحن وياك كلمتين. ايه يا عمو طارق، طمني شو صار معك. ايه عمو مشي الحال، عرفت وين بيته. ماشي. طب ايه بتبدا نروح بكره؟ عم فكر مساء، شو رأيك؟ ماشي عمو، أنا من الساعة 8 جاهز. ماشي عمو اتفقنا. باي. بعد 8 بعد 8. وكيف أنت بدنا نخلص من جحشنته هاد يزان؟ ما نخلص من قصصه؟ شيرين. شيرين. شفتي لوين وصلتينا يا شيرين خانم؟ بابا أنا شو دخلني؟ قال شو دخلها قال؟ لك مو أنت عاطي طريق حلو لهذا الشاب؟ لك ما بتستحي لحالك؟ حابة واحد قد ولادك؟ قد ولادي؟ بابا يا زلمة مو قد ولادي، بيني وبينه بس 4 سنين. اسمع أبي اسمع، أنا رح جني يا جماعة،
لك انت هلا عندك دكتوراه وهذا الشاب يا دوبه من يومين خلص بكالوريا، لك شو جنيتي انت جنيتي؟ اوعدي للبوسطة كانت نقلتنا ومن ضيعي حملها يا عيني عليك يا سامي ضيعت النورين وسكرت عيونك ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين كأني سمعان صوت لك يا زاد يا غساد يا لؤي لعانك بس شو قلي ما في حدا انت متاكد انه من هذا الرجال بدهم يطلعوا بالحروب لك شو ما هذا الرجال يطلع من الشباب حسب الخريطه اللي انا راسمها بدهم يطلعوا من هون يعني بدهم يطلعوا من هون اولا خليك منطقي وثانيا انا ما لي ثقه بالخريطه تبعك واخيرا انت مستسهل الموت والموت بده هز كتاف بحياته ابو الحروف ما حط ايده بشغله الا ما زبطت من هون يعني من هون ان شاء الله غني سامي غني عليك علاء علاء غني والله ما حلو الشارع غني يا جبل بعيد خلفك حبايبنا الله الله بتموج مثل العيد وهمك متعبنا الله يا جبل بعيد الله يا سامي خلفك حبايبنا تابع غني تابع غني والله يا جماعة الصوت للعقل لك تابع غني انت شو نظفت الأول ولو هذا عشان يفهمك كولومبوس قلو يسلموا مثل ما عم بيقول لك قلو يسلموا الحق لي كاسة كمون على السريع الله يوفقك مشان ما يتر إن شاء الله ريقارات الهنا عمي يا زلمة صحة وأنا على قلبك حبيبي عمي كاسة الشاي وخلصت أنا هيك ما بعرف اقدح قتلي غير ليتعدى مزاجي وزبطه جاهز أنت؟ خلص بقى على حب النبي خلاص خلاص يا زان كورومبو عندي سامحه على فكرة كورومبو صديق رائع جدا بس صعب يكون شيء تاني ما؟ لؤي لك الله يوفقك لا تحرجني خلاص يا زان سامحه وعد ما عاد عيدة بتعيدها؟ لا ما بقى نعيدها أنت كسرت لي ظهري بهي القصة ها؟ كلام عمي لؤي عنا طابو لذلك صفحت عنك كرومبو قوم قوم نظف لي بوطي قبل ما تنظف له بوطه دير لي بالك على صحتك نحفانا اليومين محجوب ترغي الورق ما فشرت عينك عمي يزن اللي عم تدي فشرت عينك خلاص مسحه هاي يزن مسحه عينا وش انا صار مسحه هاي اوكي يومين هو طافي موبايله يعني انت ما بتعرفي لا خير لؤي بالسجن شو؟ ايه مثل ما عم قلك هو ورامي وغسان ومحجوب ليش شو عاملين؟ مو عاملين شي دق لي علاء امبارح وقال لي انه شغلتهم بسيطة يومين ثلاثة ولك شو بسيطة؟ علي الحلال لما دريت صفاء بالخبر رح تموت من الصدمة بس الحمد لله قدرت حسنة تهديها وتفهمها انهم رح يطلعوا لك اخ منك يا يزن كل ما صعيبنا من تحت راسك امشي ستي امشي
ترقصتي؟ ايه كيفك؟ منيحة وانت؟ لك انا قلبي دايب عليكي مثل قالب الزبدة على مقلاية التيفان مولعة وسايح سوح مشتاق لي. صدقتك كثير، المشتاق بيتصل على فكرة. يعني هلا انا ما بصح لي اتصل فيكي غير بالليل، فبقول لحالي بلا ما ازعجك. اي لا ما علي ازعجني، لانه انا بحط تليفوني سايلنت لما بقعد بالبيت بالليل مشان ما تفيق ماما على التليفون. يعني ما فيها ازعاج، ما فيها سآلي. دخيله انا، دخيله الجدي والتقيل. مرحبا. طيب طالما اخذنا الاوكي على التليفون، فينا ناخذ الاوكي هيك على فنجان قهوه بالمقصف ونعزمك عليه؟ يا ريت، ما بقدر، عندي عملي. بخلصينا بقى، العمر بيخلص والدراسه ما بتخلص. امشي، امشي معي لقلي. عم شو هذا فيه؟ وين راحوا تركوني هدول؟ ألو؟ إيه شادي لك وين رحتوا تركتوني؟ لك هلا وقت الشغل هلا؟ لك يا عيب الشوم عليكم، لك رفقاتكم بأزمة وإنتوا عم تشتغلوا؟ لا حبيبي لا حبيبنا، أنا بقيان هون حتى لو بدي اضطر انزل لعندهم. إيه أنا بقيان هون. عبا شو هالرفقة هاي؟ لا في ذوق ولا نخوة. بس كمان إني أتأخر والله. إيه عليك يا حبيبي يا مدام مبارك عليك. يمينك خلفيني من دون طلاق واللي خلق طلاق، انت خلي هالشقة واتركي يعني اتركي هالشقة سن زمان، سنة واحدة في زمان يجيكي فيها من دون ورق عليك. والله يا مدام والله، ومن دون طلاق بمصرياتك ما بتلاقي بالاسعار. معلم دق لي ابو محفوظ تبع بيت الشالاتي وقال بده البيت ب 7.5 مليون ومصرياته جاهزين واليوم المسا بيجي بيوقع العقد. ها شرفي مصرياته جاهزين وب7 ونص؟ لا تقلي كنتوا عم تحكوا عن نفس البيت. على نفس البيت بقى، وينك؟ اتكلي على الله وخلينا نتمم هالبازار. قومي هاتي الرعبون. يعني هيك قولتك؟ طبعا ما بدها وقفه. قومي هاتي الرعبون خلينا نتمم البيعه. طيب اوكي انا رح اروح هلا على البنك جيب المصاري. صحيح تجيب معي رعبون؟ شغله نص مليون. طيب اوكي ممتاز. ويلكم نايس تو ميت يو اند everybody here nobody. لك برافو عليك يا شادي، هلا صار اسمك شادي عالطاير. لك انا تربيتك معلم، لك عيوني خرزه بمسبحتك. بتعرف اذا قمطت هالبيعه رح بعطيك 10,000 ليره. يا رب تقمط. بالمأهل أخي أبو سامر، وإن شاء الله ريتو عامر يا رب. نحن آسفين كان بدنا نزورك بغير هاي المناسبة. على كل حال نحن آسفين على الشي اللي صار، وحضرتك أبو بتقدر فبمعيتك. يعني ما بدنا الأولاد يتموا بالنظارة وينتهى مستقبلهم، بعدين ما بدنا ياهم يتعلموا شي بالسجن ما بيعرفوا. ليش أولادكم يغزل عينه ما شاء الله في شي ما بيعرفوا؟ أنتوا لازم تخافوا على عالم اللي بالسجن مشان ما يتعلموا من أولادكم الزعرنة. سيد أبو سامر حقك تحكي اللي بدك إياه، نحن جايين نعتذر منك وياريت تقبل اعتذارنا. جايتكن على عيني وراسي، بس اولادكن غلطوا ولازم يتربوا. ابو سامير يسعد لي اوقاتك، والله يخلي لك هالشمعة. اخوك ابو غسان صاحب اجانس السيارات، شو بتأمر نحن معك. برجع بقول لك اولادنا غلطوا بحقك واسفين، بس بمعيتك هدول الاولاد مو الشحبوس، خلينا ننزل نصوت حقك ويا دار ما دخلك شر. تكرم عينكم واهلا وسهلا. ها يا عمو ابو سامر يسلم لي الوش، والك علي لخليهم يعتذروا منك واحد واحد. الله يسلمك لاهلك. مي امنا هلا بمعيتك على المخفر ونهينا الموضوع.
تفضلوا. الله يبارك لنا فيك. شرف. تفضلوا. ليش ما اخذوني معه؟ لاني لحام يعني؟ شو اللحام عيب يعني؟ لعمة شو الدنيا هي؟ بونسوار. شو قلتي يا عمو؟ ايه يعني بونسوار يعني مرحبا يعني سلام عليكم. من الاخي شو تفضلتي شو بتريدي؟ انا رسمية شوي تصديته لمحجوب، انا كتير خايفة على محجوب لانه صار له 3 ايام لا بين ولا ظهر. لا وكمان شو موبايل مسكر وينه؟ محجوب محبوس. شو يعني محبوس؟ يعني ضارب واحد شاله راسه قاموا حبسوه. يا الله يا الله يا يخبر قلبي رجال. شكرا عمو، انا كتير هلا انبسطت وارتحت. باي. الدرسان له معجبين. خرب بيتك يا معجوب. اي والله مالك ما يبي. يلا والله طلع على الاب سامر احسن منكم واسقط حقه. اسمح لي سياده المساعد، الشباب لازم يعتذروا منه واحد واحد. لو جاني وشي من الحبس لك انا مو بهالورد بنوم. عمي ابو شيرين انا اسف وبعدك انا ما بعيدك. بسيط عم بيصير. شيرين لا تواخذني انا مالي بهالقصص يعني، بس غرر بي. بس بعتذر عم. لا تواخذني عم جد سوري كثير منك. بسيط. وانت يا رامبو شرف اعتذر بالعم ابو سامر. يلا على قلبك واخلصك. لا تواخذنا حطنا معك. انا عم بغسل. يلا فيكم تمشوا. لا ما تتعرضوا لحدا. بدكم تتعهدوا انه ما تتعرضوا للعم ابو سامر بحياتكم. لك يا يزن يا غسان يا لؤي. لك يا شباب يعني شو المزح هذا؟ عم تمزحوا مو وقت مزح هلا. غسان حول ولا قوة. يعني اذا مو مشان البطاريات رح يخلصوا يا شباب ولا بلدنا. يزن غسان. لا اله الا الله. عملك رضاعه تقول هذا هو الرجال لازم يكسروا التواليتهم ولازم ينزلوا منهم. نحن ممنونين للطفل. ان شاء الله ما يرضوا يكرهوها مرة ثانية ويعيدوا المشاكل. وادك ما عاد يتكرر هذا الشيء. لحظة لحظة. خير شو في يا حضرة الشرطي؟ رامي محمد شرف معي. أنا رامي. خير شو في؟ مساعد بده اياك، في عليك اشتباه. لشو القصة؟ طب فهمني شو القصة؟ مدري شو مخبص، شرف معي. بركي في غلط يا سيدي. لا تاكلي هم، إذا في غلط برجع فورا، بس لنتحقق الموضوع. عمو رامي روح معه، أكيد شغلة روتينية يعني ما في شيء. بس عمو والله أنا ماني عامل شيء. قول الله يلا يا رب يلا. روح الله يرضى عليك رضا قلبي. حبيبي وينك هلا انت؟ الحمد لله على سلامتك. يا الله ما ابشع الدنيا بلاك. لك هلا اتركني من هالحكي، طمني انت بخير؟ لك شو بطلت حبك؟ انا بحبك انت وبالسجن وبالفضا، بس احلى شيء انه تكون قدام عيوني. لا هلا ما بقدر. طيب تعال بكره على الجامعه اذا بيصح لك. اوكي يا عمري صباح على خير. Thank you.
تخلص بوحدك. ما تهكلام، بكرة من الصبح بنقعد بنحكي. ايه وقعدة طويلة كتير كمان. اسمع، انا هيفوتي على البيت ولسه ما تأكدت اذا ماما نايمة او لا، بشوف انه بشيك عليها وبرجع بركي بالليل شوي بحكي معك. ايه يلا باي. يصير معك؟ ما في شيء، نسيت نشف ايدي. عن جد انك مضيعة جحشة خالتك، فوتي نشفي ايديك قبل ما يقشبوا. يلا هلا. هاد رفيقكم عنده مشاكل على الانترنت؟ رامي مقضي كل وقته على الانترنت الا ما يكون مخبص له شيء تخبيصة. طيب انا رح روح لعند امه اطمن عليها وبخبركم شو بصير معي. عن اذنك عمو. لك صحيح انا اهلي ما حدا خبرون انه انا معكم؟ يعني ما حدا سأل عني بنوب؟ شو مخليني كلب؟ والله يا عمو ابوك ظاهر عصبي كتير، وقت اللي دري بالحادثة ابسكر بوشنا. عصبي كتير؟ عصبي كتير كتير عمو، كل نهاره تعصيب بالبيت. انا بصراحة يا شباب بدي منكم وعد، توعدوني انه هذا الشيء اللي صار ما عاد يتكرر، لانه بصراحه الشيء اللي عملتوه عيب كتير. انا معقول رجال كبير تضربه؟ ما بصير عمو. شلون يعني رجال كبير؟ رجال كبير على عيني وراسي بس بيوقف ابوش حبي. لا خلص يا زلمه، شبك يا زلمه، صرعتنا يعني ما في حدا حب غيرك اخي. اهل البنت ما بدهم يعطوك، خلص بقى. اسمع على هالحكي، وانا بعد هذا العذاب بحبها للبنت شو اعمل؟ يا بابا بامكانك تقنع اهلها بغير هاي الطريقه، بعدين ليش مستعجل على الجواز؟ طول بالك، امن مستغرب بالاول. يا عمو الله يوفقك، الله ضرب على قلبي وحبيت، حبيتها للمخلوقة، الصبح بشوفها، المساء بشوفها. يلا لو يخلينا نمشي. يلا. امشي يا زلمة وصلك. لا لا أنا حنام عند غسان اليوم. خايف تاكل قتلة؟ اسمع على هالحكي، لك عمي نحن ما بنخاف من حدا. بس يعني هيك كف مغياب، شو أبو الغوص؟ تستقبلنا عندك اليوم؟ ميت أهلا وسهلا يا عمو. البيت بيتك، بس أنا كنت بتمنى عليك إنك تروح لعند أهلك وتطمنهم عليك. يلا بكرة الصبح إن شاء الله. مشي. أهلا وسهلا فيك عموك، البيت بيتك بتشرف. الله يخليك يا رب. تعال دلني. إلا بالله تأخر. ما تري طالع والله العظيم. اللي ما فيك تضمن وعاقبة ترى اللي شو مساوي. جي هلا كان جاب الغلا، تجيكم جاي ان شاء الله. صار مشكل جي خليش احبوس. لك انت فهمان الموضوع غلط يا بي. شو فهمان غلط؟ عرب لي اياها لشو؟ يابا بالسجن مظاليم. هلا انت مصدوم انحبست 3 ايام ولا كل؟ بعدين بنحكي هون، قول كلمة تفضل. لا ما بدي لك تفضل، حالف يمين بالثلاثة انه ما فهمتك على البيت. بعدين اب غيرك كان وكل لي محامية. يلعن ابوك، يلعن ابوك، يلعن ابوك. هيك نكون ضعنا كأنه. هلا أنا من هنا والله كأني جاي لهون شي 100 مرة سلطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لازم نروح من هون لمن هون. والله أنا خايف بتعرف شي يصير هون هلا وطوف. وين بدي أروح حبيبي على هالموت يا والحب. حبيبي على هالموت. نروح من هون لمن هون. يلا انزل تحت. يا الله. ألف مرة قلت لك لا تحطوا لهذا الشال، لا تحطوا لهذا الشال، بتعرف استفاد أبي هلا والله العظيم بيسلكني قتلي. لك هذا الشال شال عمتي وهي مسافرة 24 سنة صلى ببريطانيا، وهذا الشال بيذكروا فيها وكل ما بيشوفه بشمشمه، هلا إذا شمشمه وشاف ريحته جل شو بده يعمل فيني؟
بتعرف انك واحد كذاب؟ ليه بقى؟ مو قلت لي عمتك صار لها 80 سنة مسافرة؟ هذيك عمتي الكبيرة. كذاب نص عينك، هيك شفت لك كذبة ثانية، قلت لي عمتي وحيدة. لك أنا عمتي من غير أب، من غير جد يعني. وما تنام. لك بهيمة؟ هلا شيرين بتكون زعلانة مني ولا لا؟ وما أحلاها ما تكون زعلانة، يعني أنت ضربت لها أبوها، يعني قد ما كنت أنت غالي عليها ما رح تكون أغلى من أبوها. مظبوط. إيه بس أنا بحبها حب ما حدا حب إياه، حتى أبوها ما حب إياه. طيب يا سيدي نام، وبكرة بتشوفها وبتفهم منها. تعرف شغلي؟ بكرة لقطوا لأبو الحروف، عاجنه بدان، منسي الحليب اللي رضع. يا سيدي سالخه كف، مطلع 20 سنتي لفوق، ناقصه شوي طول لأنه هو. طيب ماشي. نعم، لأنه أنا كمان بكرة بدي أروح شوف حبيبتي، لأنه صار لي زمان مو شايفة. أنت لساتك بتحبها لأي جدبة؟ ولساتك عم تروح على المدرسة تخفي؟ طبعاً. لا شيلني منك، أعطيني موبايلك ودق لي عبو الحروف. ومدق أنت ما معك يونت يعني؟ ما معي يونت. بده مين يدق له كمان؟ حدا بيحمل تاتش؟ مياعة هي. مسيك مسيك. مسكر بهيمة. مو لك أنا بس بدي أفهم. أنا بس بدي أفهم، مين اللي سماه أبو الحروف؟ لك هذا همزة زيادة عليه. شو بعرفني؟ خود. أنا هذا الموبايل لسه بده ينكسر. فداك. في مجال تنام؟ لا. طب طفي الضوء بدي نام. لك اتركني بيهمني إبر نام أنت. شي نفخك نفخ إلهي. لك أنا كنت عم بعمل معه حيلة. معقول يخاف من شفت ولاد؟ بس شو قلت لحالي؟ سايره يا ولاد؟ في براسي موال كان. بس طلع ونفد. طلع بالحبس. بس وين بده يروح مني؟ لك مصير الحي يتلاقى يا زلمة الكلب. أهلين، شو قولك مالي؟ يا سيدي الكمالي طلعوا، وأنا قاعد لك هون. يلا كرومبو يلا، على السريع، روح ملي كاسة شاي تتر يلا بسرعة، يلا! شو رأيك كمان؟ هي خلاص بطاطا؟ لا لا معلش كرومبو يسلم ايديك، يعني انا ما بدي عزبك بعدين المقالي انا ما بتوهتيني ابدا. انت تير وروح نظف الحمامات على السريع. شو شبهنا كرومبو؟ شكلك انت نسيت اني انا رفيقه ليزن. يا اهلين يزن، انقلع نظف الحمامات انقلع. خلص روق روق والله امرك خلص. ان شاء الله بتشرب اسيد اللي يبكت معدتك بكت. ان شاء الله تركني لحالي. اوفز على حيلك ولا شو بعلتك؟ معلمي ابو الحروف صار له يومين مو مبين وما بعرف وينه وموبايله مسكر. الله لا يوفقك على السيري عود. شو انت بتعرف وينه معلم يزن؟ ولك انا شو بيعرفني؟ انا جاي اطب بخوانيه على الخوزاء اللي يدحنيه. كيف بدنا نلاقيه ان شاء الله؟ والله خايف يكون صاير معه شيء. ولا يهمك، هلا بحكي لك عن خبرني يا طير بيلاقوا لنا اياه. لا ما شو قصتها هي؟ ما عاد طلعت، حتى ابو خلدون مختفي. يا حبيبي طيب شو الحل؟ اشتقت لها. شو بتروي وين صافين؟ والله يا ولد انت شكلك عشقان، ما بلاقي غير صفنان. لا يا زلمه ما في هيك شيء بنو، شو عم تحكي؟ صباح الخير. صباح النور. طلعت لك هيك لقيت كرتين بيدي، شو هن؟ شو قصين؟ صباح الخير. استاذ اول ثلاث كروت فتحوا قص ختيار ختيار ضربت قولي. قلت لحالي اذا ما فتح معه كاري ربحت الطرف. روح. الكرت الرابع ستة، الكرت الخامس ثلاثة، قديش ربحنا بالطرف؟ 25 35,000 ليرة. روح وين العزيمة؟ بعدين اخلي كرت الرياض روح. صباح الخير. بونجورك. تعرفي شو؟ ناهي خلي ابني الصبح عم فكر روحنا قدنا بشي محل، لانه يعني لا جاي على بالي نحت ولا جاي على بالي رسم ولا جاي على بالي تصوير. وين يعني؟ وين ما بدك؟ لا بلاها. راما
في بقلبي كلمتين وحابب اقول لك اياهم. خلينا نقعد مع بعض. شو قلتي؟ قل لي اياهم هون. اي هون ما بيمشي الحال، بالكوريدور بدي اقول لك اياهم هون. طالب رايح طالب جاي، استاذ رايح واستاذ جاي. خلينا ننزل نقعد بجنبي. اوكي خلصنا يلا، ما بدي اوقف اي شيء. لسه بيقول لي ابزيد، لسه بيقول لي ابزيد. اولا خليك منطقي، وثانيا انا بخلص لك اياه بقل ما اقول لك ابزيد، وثالثا الشغله مو الف والفين، في بواكي بالقصه مئات الالوف، واخيرا الزيني بالقول قديش مخلي لك اياها ابزيد. بسبعه مليون؟ ايه انا بخلي لك اياها بسته مليون، بس بدك تقملي مئة ألف على جنب. لك شو ليش؟ مو أنت عم تقلي إنه أبو زيد كان حسب لك إياها بسبعة مليون؟ أنا موفر عليك مليون ليرة، أنت أعطيني المئة وخد تسعمئة ألف. يا عيني عليك. خلاص اليوم المساء بنوقع العقد. الله معه. سي يو. تقبر قلبي اشتقت لك. انا اشتقت لك كمان. طمني لؤي، ضربوك عذبوك؟ لك عيب عليك يا عيب، لؤي انا. اي قبرني الرجال انا. حبيبتي. شو لوين على الجامعة؟ اي على الجامعة. امشي لوصلك. الله لا يوفقك يا ابو زيد، شو بخيل. كنت حط لك شي مكيف او جيب لنا شي مروحة. يا زلمة. ألين زوزي؟ زوزي اللي انت عكولا؟ شبك قالب ع انت ايه؟ زوزي؟ ألين يا زون، شبك معصب؟ أبو الحروف مختفي. شلون يعني مختفي؟ شو بيعرفني كيف يعني؟ قافل موبايله صار يومين مبين. لا ما على هالشغلة. شو بدنا نعمل؟ نمتى نجيبه هذا؟ شو بيعرفني؟ أنا آخر مرة شفته كان عند الريجار. أيوه؟ أنو نيجار؟ لك ايه اللي عند السجن. قال انتو بدكم تطلعوا منه، وقال هو مانو متزحزح من هنيك لحتى تطلعوا، حتى لو بده ينزل ويجيبكم. لا مع هالقصة، معقول يكون نزل؟ شو بيعرفني؟ بيعملها؟ لك بيعملها، هذا كفو لدرجة إنه بينزل. والحل هلا؟ شو الحل؟ الحل تشرف لعندي. شو هاي شرف ما شرف؟ باب رزق هون، شو مين ما قال لي شرف بروح؟ بعدين هات لك 100,000 ورقة بروح معك وين ما بدك. معي 100,000، معي 100,000 صرماية ينلقوا بنص تمك. العبر شرف لعندي لهون ولا بدي عد للعشرة بتكون مزروع عندي زرعة؟ لا تعد لا تعد لا تعد، أنا بعد لحالي. خلاص يلا جاي. لما وامتى يكون راح ابو الحروف؟ وعدتني برفيقي بلمس بايدينا ابعد الغيوم، وعدتني برفيقي الاحلام تكون حدودا النجوم. كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا، كم غني وكم صديق كانوا راحوا نحن بقينا. رح شيلك بضعفك بجنونك، رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك، لا تنسى أحلى أيام العمر، ورح كون النور بدربك، رح أبقى وقت الشدة جنبك بس لا تنسى وعدك، لا تنسى أحلى أيام. وعدك تلاقي لو ما توعدنا ولو بلا عنوان، وبتبقى يا صديق ويا خيي عندي أغلى إنسان.
إنسان. كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا، كم غني وكم صديق كانوا راحوا ونحن بقينا. رح شيلك بضعفك بجنونك، رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك، لا تنسى أحلى أيام العمر ورح كون النور بدربك. رح أبقى وقت شدي جنبك بس لا تنسى وعدك، لا تنسى أحلى أيام. تنسى وعدك.